نشرة ظهيرة من قناة ينان، وهذه عناوينها: كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ترفض زيادة الأجور في القطاع الخاص وتدعو لحوار مجتمعي بين الأطراف الفاعلة. انطلاق أشغال منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تعزيز التعاون المغاربي في مختلف المجالات. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. عبرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن رفضها التام للزيادة في الأجور في القطاع الخاص، وصفة إياها بالقرارات المسقطة، ودعت إلى حوار مجتمعي يجمع مختلف الأطراف الفاعلة لتحسين العلاقات الشغيلة بين العامل والمؤسسة قصد تطوير الإنتاجية ودفع الاستثمار. اليوم الشركات واقفة وقاعدة تسكر، والاخرين والناس الاخرين طالبين الزيادات. مانيش ضد الزيادات، وهذا حاجة معقولة. اليوم تدهور القدرة الشرائية في تونس الناس كل تعرفها، اما راهو تدهور القدرة الشرائية، راهو حتى الشركات عندهم تدهور قدرة مش تخلص للعباد. لو اليوم لازمنا نقفوا الكل، نوقفوا ونقفوا مع بعضنا ونعاودوا نخدموا مع بعضنا. راهو كان نخدموش مع بعضنا مش نطوروا، لازمنا نفهموه. سهل برشا، خاطر كان كل واحد يطلب من شيرته سهل ياسر. كيما واحد رب عائلة عنده شهرية، معناتها عنده شهرية صوفية على صغاره ما بين الكراء والترانسبور والمكتب وكل، ما ينجمش يجي ولده يقول له زيد عطيني وقت اللي هو ما ينجمش عنده. تنعقد اليوم جلسة تفاوضية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف الزيادات